اللي يفوز اليوم بهذه الجولة حيفوز في الحلقة. اذكر شيء، معظم الناس إلا ما كان كل الناس ما لا يخبرون عنه لأنهم يعتبرونه خاص. الارتباط، الزواج. الزواج أو الماء. العلاقات الخاصة في أعلى. وش هو اللي ما يعلمون عنه الناس إن يعتبرون شيء خاص؟ مرضهم. المرض. عندك الخبير. هن. وش اللي ما يعلمون الناس بعضهم بعض عنه؟ الراتب. الراتب. الدخل. مشاريع. مشروع لهم يعني. الاستثمار. استثمار. المشاريع والاستثمار. الممتلكات. الممتلكات وكذا. والعقارات. عندي بيت وعقار. الحلال. ايوه. العقارات. يا رب. اذكر شيء معظم الناس ما يقولون للناس عنه. الراتب دليل. ما حد يقول لح الناس كم دخله، ولا يقول للناس وش يملك، ولا يقول عن علاقاته الخاصة. وش بعد؟ باقي اثنين. الحمل بس ما يدخل الحمل. لا تشاوريني. طيب طيب أوكي. العقارات، الراتب، العلاقات الخاصة. شفت غشش وتتحرك ولا جاه الجواب. دخلنا في اللكمة اللي عنا فيها. كان الجواب. نسألها بالإنجليزي تجاوب بالصيني. الراتب والعلاقات الخاصة والعقارات. وش الناس يجحدون؟ بالعربي كذا. وش تجحدين عن الناس أنت؟ دائما إني تخفين عنهم أسرار يعني. أسرار؟ هي علاقات الخاصة. أسرار. الأسرار. نفس. باقي جواب واحد وخطأين يا هند. العمر. 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 255 علامة. ألف مبروك للخضير.